السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جانا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح تلاقوا كثير في مواجهات، في عدد كلات حلوه، في طحش على السكوادات. بتمنى انه يعجبك الجيم. اعطونا رايكم بالتعليقات. طبعا الجيم كان حلو، في مواجهات وطحش على السكوادات، بس صار شيء بالنهايه الجيم. فشوفوا انتم، كثير منكم طلبوا مني هذا الشيء اني انزل الجيم. وشوفوا الفيديو، ما راح اكمل الكلمة، انتوا شوفوا الفيديو. المهم بس تشوفوا الفيديو راح تعرفوا مني شو الطلب اللي اجاني كثير من المتابعين اني انزل هيك جيم. فبتمنى انه يعجبك الجيم. اذا كنت اول مرة عم تتابعني، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وفيديوهاتنا السابقة. وثاني شيء تشكركم على الدعم، وجماعة بروفيسور سوريا كثير منكم كتبوا لي تعليقات. بصراحة ما كان عندي وقت لرد على تعليقاتكم، بس بتشكركم من كل قلبي وانكم اجيتوا، احبكم. وان شاء الله راح رد على تعليقاتكم، بس كنت شوي مشغول لانه عندي ايباد انكسر، فكنت بس رحت على السنتر، على السوق، على المحل اللي اشتريت منه لحتى ابدل الايباد، حتى اني عليه تأمين الايباد سنة كاملة. فرحت اعطيتهم اياه لحتى يصلحوا لي الشاشة. امبارح الشاشة صارت ملح، فلهيك ما راح احسنت ارد على تعليقاتكم. كنت برات البيت بطول النهار، فان شاء الله راح ارد على تعليقاتكم. ومن هلا بالفيديو قلكم احبكم كثير وشكرا على الدعم، وبتمنى انكم تستمروا هيك على الدعم وتدعمونا اكثر كمان لحتى نحسن نستمر معكم فيديوهات حلوه وشغلات حلوه. وان شاء الله قريبا بهالكم يوم، يعني ان شاء الله يومين ثلاثه، راح نساوي مسابقه وعلى الشباب الجدد اللي جايين، كرمال عيون الشباب الجدد راح نساوي مسابقة. كونوا جاهزين، كونوا حاضرين مشان الروم يتعبى ونعمل مسابقة. وهلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. يو هاي يا سكواد البني شرحون، ما عاد إلنا حكي، شوف لعب التكتيك واسمع لي صوت البكي. سكواد الحارق، سكواد المعاقب، بدك تتحدى ايه، تحمل العواقب، خالي من المسؤولية. اذا صابك افراط شعور بالفشل، كآبة وانحطاط، لا تلومني شو بساوي، انت اللي تحديت. لو كنت مكانك حالي بهالموقف ما رميت. سكوادي قادر انه زلزلك ارضك، خليك مثل المجنون. يو على حالك تضحك، حذرتك قلتلك ما تقرب اصحك، معبيلك مخك بطلقة قوم تنحفك وتنصحك. صار ما في كود في التتفاري، بس يلا خذوا ما رجعت عليك. الله يطعمك حاج والناس راجع. لك النت ما اعرف ليش عندي اللعبة صايرة بطيئة هيك، ما بعرف. لك 2 جيجا 90 جيجا 80 ونت اللعبة. لعبة Enemies كم واحد كانوا قهرة؟ كفو ايش صار؟ هدي والله تركي لا 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 وين الدروب؟ طلعوا فوق، مو مبين عندي.
تهنيني وين مالك؟ enemies ahead. لا رحيد تكسينا نحن اثنين كفا. شيل صاحبنا شيل صاحبنا عشان مرة تانية ما يضرب هيك وما يجي كمبر. ليكن عندنا في ناس لا ضربة السيارة بشو اسمه العنش قنبيلة. تذكر رقم 4 لا تخش هيك. ليك عالم عالم. طلعنا لفوق نحن. يلا جا تاني بكون عقيد ابو شاف. اي والله انمي اذا شايفين حدا. لا والله ضربتها هيك بس في رمي على اليمين بالبيوت. ليك عالم قد في حدا ورانا. لا في حدا قدامنا. لا كاني لمحت واحد عم يمشي. في سيارة ورا. سيارتين ورانا سيارتين. ليك 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 enemies ahead. كف 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 كم برا لا تكمبرو. ليك ليك سيارة على الجبل الثاني جاي على دروب. عالم قدامنا هون. في ناس عند الدروب. عندي شجرة أربعة هاهم. ارجعوا على الدائرة ارجعوا على الدائرة راح يعملوا علينا فلانك هدو. ايه اكيد. استلموا حجار. وين هدو؟
خذ روح. اوه شوف النار. لا لا يلا كف. ليك واحد عند الصخرة. مالي شايف. طب خليه يطلع. ما يفنش ما يفنش. وينك؟ واحد هون 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 هون. وهذاك اللي هني واللي هنيك نوك. والله صوت قنبلي. لا لا الدخانية. كلهم قوم اكل دمج. هو بالزون هداك تفنش بالزون. ها كيل تبع الكهرمان. باقي صاحب الام. لا عندي بكمبر. لا ربي عيبه.